ملف التحكيم. أمين بركلا، مرحبا بيك. أهلا وسهلا. الإدارة الوطنية للتحكيم المستقيلة السابقة خلينا نقول، وأيضا وليد الهذلي حكم نخبة. مرحبا وليد. مرحبا سي سليم، يعطيك الصحة على إتاحة الفرصة. مرحبا بيك وليد. دونك البارح كنا تفاجئنا بالاستقالة نتاع ناجي جوين. كنا تواصلنا مين من الصباح، سألتك على يوسف السرايري خاطر خرج خبر نتاع استقالته، وبعد سألتك حتى قلت لك كنت نحكي مع ناجي جويني، قال لي فما إمكانية نتاع خبر مفاجئ، حسيت ولمح لي الاستقالة. قلت لك تنجم تكون فما استقالة، قلت لي غير مطروحة أنت. هنا معناها ما كانتش مطروحة، وإلا شنو صار بالضبط في الساعتين هذوكم؟ معناها كانت مطروحة طبعا، كانت موجودة. احنا الصباح يعني نتداولوا ونتحدثوا، فماش ما كانش. دونك من بعد تجيك ظروف وتجيك عوام تخليك باش تستقيل. ماهوش احنا هكاك كنا قاعدين نحبوا نستقيلوا، ولا كما يروج له البعض انه نضغطوا معنا. لا نضغطوا، لا احنا نتعرضوا للضغوطات والحمد لله، ولا نضغطوا على الناس. حكيتوا فيها، تناقشتوا فيها؟ بيان سور نقاش. احنا ما يميز الاداره الوطنيه للتحكيم هي الصبغه التشاركيه في اخذ القرار. على سالتك انا تفضل. خاطر كي تقول حكينا وتناقشنا وما يروج ويدور انه ناجي جويني منفرد بالديسيزيون نتاعو، اللي تو قلت لي انت العكس هذا تماما، وانك قبل بساعتين قلت لي غير مطروحه. وقتاش ناقشتوا؟ وقتاش حكيتوا فيها؟ قبل ساعتين هذوك. نعم. في الساعه هذيك. اي نعم. وكل شيء بالأدلة له. معنى الديسيزيون بالحجم هذا تحكيوا فيه في ساعة ولا نص ساعة؟ معنى نجمو حتى في أربع دراز احنا، لأنه متجانسين ومتناسقين فكرا وممارسة وعقلية. كيما انسزمنا مع سيد المشرف العام في هذا المشروع وزينا معاه وخدمنا معاه، كيما زاد فكرنا مع بعضنا وتناقشنا مع بعضنا في اتخاذ القرار الذي نراه مناسبا خدمة للحكام والتحكيم. يقول لي ناجي جويني الظروف أصبحت لا تطاق، ظروف العمل أصبحت لا تطاق، المطالب متاعنا ما هوش قاعدين ياخذوا فيها من الجامعة التونسية أو لجنة التسوية على محمل الجد، مشاكل كبيرة للحكام. اليوم فما شكون يقول أنكم كأنكم هربتوا وخليتوا معناتها الجمل بما حمل كما يقولوا في الخليج. الحاجة اللي الناس ما تعرفهاش أنه بعد 25 أكتوبر اللي هو تاريخ مفصلي في الجامعة التونسية لكرة القدم، أصبحت الوضعية مفرطة في الجامعة التونسية لكرة القدم. بعد جات النكسة تاع ليكيب ناسيونال في الكان. لو برومي فيفريي سي ناجي جويني تولى الإشراف. الإنسان الخواف ما يقبلش المسؤولية في هذا الظرف. والإنسان اللي يحسب ما يقبلش المسؤولية في هذاك الظرف. اللي عارفينه كلنا، خاطر من تراكمات الخبرة تاع سي ناجي ومواكبتنا احنا للوضع في الجامعه التونسيه لكره القدم وفي كره القدم التونسيه، نعرفوا انه المرحله صعيبه 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 ياسر، خاطر راس النظام انهار، لكن النظام ومنظومته باقيه وتتمدد وتتوسع. تحكي عن المنظومه السابقه؟ طبعا طبعا، مش سابقه، ما زالت شويه. فسر لنا شنو تقصد يا مين. انا في طبعي، في حياتي، في خدمتي، في مقاربتي للحياة، ما نحبش نغزر برصة للماضي، نحب نستفيد من تجارب الماضي. انت اللي جبته مش انا جبته الماضي. لحظة، ما خليني نكمل الفكرة. مانيش نقعد نحكي برصة على الماضي. قلت لك السيد اللي قبل المسؤولية ومن معه في الظرف هذا الحساس والدقيق ما يجيش اليوم ويهرب. لا، لو تطلعوا ولو سينازي وإلا المكتب الجامعي يكشف عن الاتفاقية اللي تم إمضاءها نهار 31 جانفي، ستكتشفون الوعود الذي قدمت للسيد ناجي جويني كمشرف عام لقطاع التحكيم لم يتحقق منه من المكتب الجامعي. وأنا راني هنا نحكي وأخاطب مؤسسات مش أفراد. تقول لي وصف زليل، أتحدث عن جامعة تونسية لكرة القدم، ما نحكيش على كمال يدير، نحكي على جامعة تونسية لكرة القدم. دونك اليوم إسلام لم يقدم شيء، ورغم ذلك الحقيقة انخرطنا في هذا المشروع، المشروع القائم على القطع مع الماضي أولا من حيث الأفكار ومن حيث السلوك ومن حيث الممارسة. الإمكانيات تجي ما تجيش، تجي شوية تجي قليل، نحاول نتعامل معها. هنا لازم نوجه الحقيقة تحية إسلام للحكام اللي رغم كل الظروف الصعبة والقاسية والاستثنائية قبلوا أنهم يكونوا معانا في المرحلة هذه، ورغم كل الوعود اللي قدمتها لهم الإدارة الوطنية للتحكيم واللي تبعونا اللي نضحيوا مع بعضنا قبلوا بس يكونوا، ونضبطوا لكل الضوابط الصارمة اللي وضعناها لهم
بس تكون التعيينات عادلة ما بين مختلف الأطراف. هذا لمسوه الحكام وانخرطوا فيه وقبلوه. ها بحذينا حكم خلينا نسألوه. أه فما معناتها تحسوا حسيتوا فما تغيير؟ شفنا كأنه فما تضامن. نحسوا كأنه اللي صار البارح مخطط له. وليد شفنا الاستقالة متاع إدارة التحكيم، بعد شفنا بيانات من جمعية الحكام، شفنا تهديد حتى أنه الجولة القادمة ما تلعبش انطلاقا لقدوب شكون في الويكاند، الجولة القادمة للبطولة ما تلعبش. فما تنسيق كأنه بيناتكم ساي؟ والله يا أخويا إسلام ما كانش فما تنسيق. نحن كان عندنا صدق في الأعضاء الإدارة والسيد مشرف العام، وعدونا كأول اجتماع عملناه وأول ما جاء قال لنا قبل ما تبدأ البطولة الوطنية باش يقع خلاص الحق، انخارطنا في المشروع متاعه وتجندنا كحكام الكل، ما راعنا ما تحقق حتى شيء من اللي وعدونا به. بالعكس كان ظروف التمارين، هاك شفت اخويا سليم الفيديو اللي قاعد يدور على الفيديو البارح على الفيسبوك، مشاهد بون. انا ما تصدمتش برشا خاطرني نعرف يعني قبل كنا نترناو وحاشا العباد اللي تسمع معناتها الكلاب اللي بداو محفينا في تيران البحري بن سعيد في العمران تويك اتعس وين تنيو في الظلام. حكام نخبه حكام دوليين نتاع الرابطه المحترفه الاولى والثانيه اللي هي الفترينا نتاع الجامعه التونسيه كره القدم والرياضه في تونس بصفه عامه، يتنيو في الظلام باللمباتريك معناها نحلو في الكراهب الضوء الكراهب باش نجمو نترنيو. ظروف قاسية وقاسية جدا. نزيدك أكثر ما عندناش دوش، تصور حكم نخبة يكمل يمشي معناها يخدم في التيران بتاع الجامعة، تيران الجامعة معناها يخدم يتعدى يترينا يروح بعرقه لدارو، مش معقول. نزيدك حاجات أخرى اللي ظروف تعيسة وتعيسة جدا نعيشوا فيها كحكم نخبة. الزنقة هربت للهرب، لقينا واحنا وقفت للهرب، لقينا الأعضاء الإدارة قدموا استقالتهم، لقينا فراغ، اتحدنا خذينا قرار الحكام النخبة الكل والدوليين باش نقاطعوا الجولة الأولى متاع الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تصير في الويكاند. معناها ما فماش بطولة، ما فماش بطولة إلى حد تسويت الوضعية نتاعنا. نسبة الاستجابة من الحكام قداش وليد؟ والله باش ما نكونش خاطر نعرفوا ديما فما شكون لا يهموا التعيينات يهموا يمشي والله الماتش. والله باش ما نكونش مبالغ، ثم نسبة 90% إلى حد الآن من الحكام الدوليين الكل جميع الأصناف. وديجا عملنا اليوم معناها نتاع نبعثوا للجامعة، كي نقول لك ثم 450 حكم شاركوا وبش يبعثوا سونداج شفتوا باش نبعثوا للجامعة وللوزارة وسي بون ما عادش. فما شكون كلمكم تصل بيكم وعدوكم؟ شفنا شفنا بيان من الجامعة البارح فيه وعود بتسوية الوضعية مع الوزارة مع الفيفا. والله قعدنا في الوعود نحن خويا إسلام، كي نقول له كل جمعة توا يقولوا لنا جمعة هذه باش نصبوا لكم، تفاهمت الإدارة باش معناها تفاهموا على 30% من مستحقاتنا اللي هي عندنا عامين بلا فلوس. سي بون قلنا ميسالش، الا ما راعنا البارح في الاجتماع قال لك باش نعطيكم 200 مليون ولا 150 مليون اقسموهم اللي هي ما تجيش معناها اليوم مستحقات 3 مليارات 3 مليارات وعندنا زيد المقابلات الوديه قاعدين سنه قاعدين عملناها الكل، الفلوس تصب في الجامعه في الاداره معناها كل جمعيه. هذه السياسه الجديده نتاع نجي الجويني، ما عادش الجمعيات في المقابلات الوديه تخلص الحكام ولا تتصب في الجامعه وبعد تعطي للحكام. هي سياسه ممتازه، ما خذيتوهمش خذوهم زاد. هي سياسه ممتازه باش الحكام يبعد على الشبهات الكل. اي متفاهمين، ما خذيتوهم زاد، قعدوا في الجامعه. وينهم وينهم وينهم؟ قعدنا على اساس الجمعه هذه باش يتصرفوا كل جمعه يقولوا لنا الجمعه هذه. عندكم تقديرات قداش المبلغ هذا؟ في حدود ال 100,000 دينار 96 مليون. اما سليم ما لازمش نتعدى على كلمه انت قلتها طبعا، قلت وكانه مخطط له. من شكون بلا نسالك مسيس رغم انك انت الانيماتور هنا، انا مسيس انا نتوزع السؤال يعني لانه سؤال مخطط له. سالتني خمس سنوات ماهيش كلمه عيب، معناها مخطط له معناها صار تنسيق بينكم انتم وبين الحكامين. واضح جاوبني شبيك علاش؟ لانه هذا سؤال قاعد يطرح انه وكانه مخطط. انت كلمت سي نازي زويني قال لك يوسف قدم استقالته ولا لا؟ قال لي قدم. قال لك بعد ساعتين ممكن يصير امر زلل ولا لا؟ قال لي اكيد باش تصير حاجه كبيره برشا. يعني انت احنا صبيح نبين لكم بهذا خاطر احنا اداره عن بعد نصيروا في اطار رقمنه الاداره التونسيه، احنا كنا سباقين اداره عن بعد احنا نصيروا الاداره التنفيذيه مسكنات نقولها مسكنات الموظفين فوق السطوح في الكونتينر
فهمني احنا عن بعد ما نعرفش تعرفوا الوضعيه هذه ولا ما تعرفوهاش. احنا ما عندناش مقر، قدمنا مرتين مطالب المقر ما جاش المقر، ما حبوش يوفروا لنا مقر لا السابقين ولا هذوما. قدمنا تقرير روه بكامل التفاصيل لسلطه الاشراف وللمكتب القديم اللي بحظ الجامعه هذيك، مش هذيك فكوها الاداره الفنيه خذوها. خذوها هذاك بروجي جول، هذيك ديستيني للي زاربيتر من فيفا ميزون داربيتراز. خلينا نسمعوا مجد، انا نرجع لك امين.